السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bersedia untuk soalan yang pertama dari surat Al-Ma'idah ayat 57 juz yang ke-6 muka surat 117. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. Sila ulang ayat tersebut dan teruskan dengan ayat seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. حسبك. Soalan yang kedua dari surat Al-A'raf ayat 161 juz yang ke-9 muka surat 171. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ. Sila ulang ayat tersebut dan teruskan dengan ayat seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم شرعا ويوم لا
إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم شرعا يوم سبتهم إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم شرعا حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم شرعا ويوم سبتهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم يوم سبتهم شرعا حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم إذ تأتيهم شرعا حسبك. Soalan yang ketiga dari surat Ar-Ra'd ayat 16 juz yang ke-13 muka surat 251. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. Sila ulang ayat tersebut dan teruskan dengan ayat seterusnya. Sila ulang soalan. قل من رب السماوات والأرض قل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. حسبك. Soalan yang keempat dari surat Al-Furqan ayat 68 juz yang ke-19 muka surat 366. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsallati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Sila sambung ayat tersebut.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وآمن وعمل صالحا ومن تاب وعمل صالحا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Saudara, sebentar tadi kita telah pun diperdengarkan hafazan ayat-ayat suci kalamullah oleh peserta yang juga mewakili Negeri Sembilan bagi kategori 1 hingga 20 juzuk. Peserta itu tadi ialah Ammar Azizi bin Hasri.